يعني الصباح خرجوني في الليل في الظلمة، باقي الظلمة راه خرجوني قريبا معاك خرجوا ما غاديش نقدر نعرف الساعة، ما عندي لا ساعة لو تقريبا شهر 4 4 5 4 ونص الله أعلم. يعني شكون اللي عطاك الرقم تي تي سالي؟ هذا في حد ذاته ماشي دابا الدوله البوليسيه ديما تتعامل مع المناضلين بهذه الطريقه ديال الطمس ديال باش ربما الرفاق ديالو الاحباب ديالو الاخوان ديالو ما يتلاقاوش، خاصنا نطمسوا القضيه ونديروا هذه الاساليب كما تشهدوا دابا الريف، الاحكام القاسيه اللي يشهدوها الاخوان في الريف، الاحكام القاسيه ديال الصحفيين، واحد الرده حقوقيه تعيش المغرب، رده غريبه، رجعنا لسنوات الرصاص. اخ مصطفى هذا الا مثال تعيشوا الاخوان المراسلين والمناضلين، الناس تبتوا على الحقيقه وتبتوا يوصلوا الحقيقه للمواطن المغربي وتوصلوا ليه واحد ينشروا الوعي الحقوقي والوعي بالانعطاق والحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه للمواطن المغربي، ديما تتلقاو نفس المصير. المصطفى دوز في الوطن وفي الشعب المغربي، حنا كاملين في الوطن، ما عدناش لن يرهبنا هذه الاساليب القمعيه اللي تتمارس الدوله البوليسيه، حنا باقون مناضلون في هذا الوطن لان هذا الوطن ديالنا، ما يمكنش غنشوفوا الفساد ونسكتوا عليه، لان حنا تنحبوا هذه البلاد هذه وغندافعوا عليها بدمنا وبالحريه ديالنا وبكل شيء ما اوتينا من قوه. مصطفى ما نقص منه والو الان، هذه رساله للمخزن، ما نقص منه والو، لا يزيد لا نضال. صحتي الحمد لله، يعني انا خرج دابا، يعني ما غاديش واخا سكت، واخا غادي سكت راه انا ما غاديش نسكت، اي حاجه اي حاجه كانت اي حاجه مواصل انا ما غاديش نسكت، اي حاجه فساد اي ما نسكتش، واخا راهم موجهين ليا 8 شهور ديال السورسي، ولكن الحمد لله والشكر لله خرجت بخير وعلى خير كما هما بغاو يردوا يتامروا عليا باش تدخل الحبس. انا مازال تنقول لهم انا مازال غادي نزيد في النضال ديالي، وتحيه نضاليه. كوجهوا لي اهانه موظف وعرقله ممر ديال الباب ديال المستشفى، و سميتها انتحار شخصيه، انتحار الشخصيه الصحفيه، هادو ما تهم لي وجهوا لي، وهادو انا بريء من هادشي ما كاين حتى شي حاجه منه. انا يعني راهم ما غاديش نقول لكم، انا صراحه ما غاديش نقول لكم اش اللي وقع، تفاجات بالاعتقاد ديالي وتعرضت بزاف للتعذيب من طرف الامن الوطني، من ديال قسم التادله اللي لفقوا لي بعد التهم، انا بريء منها، بعد التهم لفقوها لي انا بريء منها. مشاو جابوا وحده، جابوها قالوا لها تقولي هاد تقولي باش يسمعوا اختي زوجي باش يخبروني، تعرضت للشتم. هاد الشيء اللي في المحضر ديال الضابط القضائي ديال قسم التادله، هاد الشيء اللي عندي في قسم التادله دير لي الخيانه زوجيه اولا، ثانيا ديري ارقاص ممر خاص، ثالثا ديري لي اهانه موظف، وديري لي امتحان شخصيات ديال الصحافه، ولكن انا هادشي ما كاينش منه حتى شي حاجه، وتعرضت من تما. عندي بطائق ديالي ديال المراسلين، المهنه ديالي كنزولهم قانونيا، عندي كلشي قانوني باش كنجري هادشي هذا، واني كوميسريات لا تعرضت للتعذيب تما، تعرضت للضرب، تعرضت للضرب. شنو عندك ديال الوليدات؟ عندي ثلاثة ديال الوليدات. واش حسيتي شي خمسة انت دافع شي غير على الناس؟ حسيت بالحقرة وحسيت بالظلم اللي عندنا اللي كاين، حسيت بالحقرة بزاف والظلم بزاف، هادشي اللي عندنا، هادشي اللي كنظن هادشي كنظن بزاف. مصطفى كيف الصحة ديالك؟ واخر الحمد لله، واخا تكرفصت شوية داخل السجن، تكرفصت، انا جيت تكرفصت حالة في النفسية ديالي بزاف داخل مكرفص. كنا سمعنا انك تعرضت لواحد الاعتداء داخل المحكمه. تعرضت لاعتداء من طرف الامن الوطني في داخل المحكمه، تكرفصوا عليا البوليس هكذاك. انا يعني في المحكمه ديال هادشي في المحكمه ديال وسط الجلسه ديال مدينه بني ملال، يعني تعرضت للتعذيب بزاف، وزاد كتكملوا عليا هنا في السجن، هنا زاد تامروا عليا هنا ثاني في السجن. يعني تنبغي نكتب بعض اللقاء بالمدير، ما تيخرجونيش المدير، بغي نخرج للطبيب، ما كاين لا طبيب لا والو، وتقريبا تامروا عليا حتى في النعاس، حتى هو كنت مريض. اش كان كيضرك عندي لداخل؟ ما عرفتش انا كنت رضع الدم. شحال المده وانت كتبوها الدم؟ تقريبا 20 يوم ولا تقريبا 20 يوم تقريبا. وانا شنو الاجراءات الطبيه اللي خدوا معك الناس وانت كتبوها؟ حتى شي حاجه، حتى
حتى شي حاجه ما خذوا معايا من هنا حتى حاجه. بغيت نسولك على واحد الحاجه، يعني ملي كتصل الدار ديالك اطار الهاتف كلشي قمع، كلشي قمع عليه من انتظار داكشي مامرين عليه ما كندير حتى شي حاجه. الا بغيت نتصل في التليفون كتنعيط للمدير، كتنتلاقى المدير انت نشوفو جيت نتلاعى عليه تنقول له راه بغينا نهضر في التليفون. المدير ديال السجن كامل، المدير ديال السجن كامل عادي يقدر يعني موظف ما كيساعدكش انك تكلم بالهاتف. لا ما كاينش داكشي مأمورية عليا، ما كاينش يعني من الرئيس الحي حتى هو كذلك تنكتب لي بعد كنت داير درت واحد المده ديال اضراب على الطعام تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام الورقه ديالي ما خرجتش، تيشد الورقه وتيشرقها تنكتب شي رساله اشعار ديال الاضراب على الطعام، اشعار بين اضراب على الطعام تيشرقها. علاش دخلتي علاش قررتي الاضراب على الطعام؟ على التعذيب اللي تعرضت ليه من طرف الامن. ودونا على التعذيب ديالك وهذا الاشعار، هذا الاشعار اللي قلتي كتقدموا له ما كيشدوش من عندك. وشحال دخلتي في اضراب على الطعام؟ 5 ايام تقريبا. وهاد الخمس ايام هذه كان فيها الاشعار ولا كان شفويه؟ حتى شفويه. يعني انت مضرب عن الطعام اللي معايا اعتزجوا بيفيقوني صابوني مية ما تنهضر ما كنتكلم. انت مضرب عن الطعام 5 ايام وكلها شفويه ياك؟ شفويه. وهاد الخمس ايام هادي يعني كيفاش كانت المعامله ديالهم هما معاك الداخل؟ ما يطلوش عليا، ما يهضروش، ما كاينش اللي يسولني ولا سبب. انا طايح بلاصتي ما كنوضش، انا داير اضافه كتبوع الدم. وفاش نط ديك الساعات بيت كنتبوع بالدم، ديك الساعات خرجوني للسبيطار يعني. ولكن هكذاك وما استعملت لا دواء لا والو، ماشي دواء ما طقتش فيه. باش حسيتو انت داير اضراب عن الطعام وواصل 5 ايام والجهات المسؤوله في البلاد ما تمش الاشعار ديالها رغم ان قدمتي لهاد الناس باش يوصلوا للجهات؟ راه حسيت بزاف ديال بزاف، يعني حسيت بزاف ديال الظلم اللي وقع لي، وقع لي انا من ناحيه الاعتقال ديالي ومن ناحيه الاضراب عن الطعام، من ناحيه بزاف ديال الحوايج انا حسيت بيه ما هوش يعني بحال ما عندي حتى حاجه. وكيفاش تم الاشعار ديال الجهات المسؤوله في اطار من طرف العائله ديالي؟ شعرتهم خرجت للزياره وقلت لهم ها اللي وقع لي، ها اللي وقع لي، ها اللي وقع لي. هما اللي شعروا الجهات المسؤوله انك دخلت اضراب عن الطعام بسبب الاعتداء اللي تعرضت ليه داخل المحكمه. اي والنهار اللي طحت جو هزوني عاد جا رئيس الحي، جا رئيس المعقل اللي عاد جا هو عاد تيكتب الورقه بيدو، كتبها عطاها للمدير سناها بيدو بيد لا كتب. جيت انا ما تنهضر ما تنتكلم، شتو دار فيها التاريخ ديال اليوم؟ قلت ليه كيفاش فقط؟ قلت ليه كيفاش انا خمس ايام انا تمتعت عدت وما درت فيا ضرب الطعام بانه هذاك النهار؟ قلت لي راه خمس ايام راه الشومبري كامل ومشاو خرجوا الشومبري كامل عاد بدا تيقولوا الحق. رغم ان بغيت نسولك، رغم ان هذا المشكل اللي دخلتي اللي جا لك انك تدخل في ضرب الطعام بعيد على المؤسسه، يعني كيف يعقل لهذه المؤسسه انها ما تسلمش اشعار الجهات المسؤوله؟ وحنا عندنا واحد مضرب عن الطعام يقدر يموت. هي مؤامره من الجهات الماليه، الجهات يعني من خارج المؤسسة، خارج المؤسسة ما كيتعلقش بها ما كيتعلقش بها. مؤامرة تجي للمدير الرئيس توصل لهم، يعني السيد ما عنده حتى حاجة. شو مؤامرة عليا؟ بنتو اللي باقي دخلت شي حساب على مستوى مثلا بلاصة جات نعاس أو أنا لا قلت لكم، إلا قلت لكم أنا شخصيا تقريبا دوز هذا الربعة ديال الشهور تقريبا قل 10 أيام. أنا كنعاس في شبر وربعة ديال الصباح حدا البيت الماء، حدا الباب ديال البيت الماء. يعني اللي باغي يدوز غيفيقني، شفت عليا فيقني. اربع شهور كامله، 10 ايام قل 10 ايام. هاد ال 10 ايام الاخيره حتى توفى واحد العشير ديال كيما السجين اللي توفى عاد شديد عطوني بلاصتو. يعني ما الناس، يعني الناس ما كاينش، يعني تقريبا من هذه حتى هي مؤامره عليا تعمروا عليا برا. يعني كتحس براسك انك كتحاكم مرارا، ما كتحاكمش غير مره واحده. هادشي هو اللي كاين. مصطفى دابا عندك 4 شهور هي اللي قضيتي، وعندك سورس. عندي 8 شهور ديال السورس. 8 شهور السورس. بالنسبه للاخوان اللي كيتابعوا معنا كيف سمعتوا، يعني 4 اشهر هي قداها وهو غيمشي عند وليداتو، وعنده 8 شهور اخرى سورس. يعني هذا راه مراسل اعلامي، هذا راه حقوقي. يعني هنا قالوا لي راك باقي الدمينوط ديالك كنتظر، يعني كنتظر اي نهار يقدروا يجيوك هكذاك يجيو يديوك من الدار. بغينا نرجعوا للملابسات ديال هذا الاعتقال. هذا المشكل، الصراع مع من كان عندك؟ كان عندي الصراع مع المدير ديال المستشفى ديال الاقليم ديال قصر التادلة. هو اللي نصب راسو طرف مدني في هذا. اي وهذا المدير ديال المستشفى شنو هو تقريبا يعني السبب، الحقد ديالو او العداوه ديالو معاك؟ هو انا كان انا كنفضح الفساد، كنفضح كاع اشي وقع في السبيطار. واخر حاجه فضحت، اخر حاجه فضحت السيده اللي توفات في السبيطار خوله، تادلا السيده خوله، يعني راه كتشرى الطفله خوله اللي توفات، يعني ما قاموا بها ما والو. والسبب الاعتقال ديالي هو انا ناعس في داري مع الصباح، حتى جاني التليفون مع 8 الصباح
باش نعتق واحد السيده كمثال كذلك ومثال كما السيده اللي توفات. يعني قالت لي عيطت عليا امها اللي عيطت عليا مراه كبيره قالت لي اخو قالت لي عافاك سيدي لما راه بنتي باش نديها ليا لبني ملال علاش هاد الناس راه ما دايرين لا اكسجين لا والو. وفعلا هذا هو السبب ديالي باش خرجني نمشي للسبيطار. مشيت للسبيطار كنصيب ديك السيده كتموت كتصيبها كتموت ما داير لها حتى شي حاجه. هذا هو السبب ديالي خرج المدير. المهم تامر عليا هو الامن الوطني حتى هما حاقدين عليا بالنسبه لواحد الضابط اللي انا داعي شحال هادي وهذا هو الحق ديالي. معناها ان الام ديال هذيك الطفله انها رفعت شكايه للمدير ديال المستشفى ومن بعد هذه الشكايه اللي رفعت المدير ديال المستشفى تم الاعتقال ديالها. داك النهار نهار 28 في شهر 2 دفعت انا جد باها وما جدت معايا انا كمثال جدت معايا في الطوموبيل ديالي باش دفعنا الشكايه للوكيل العام ديال مدينه بني ملال. دفعنا الشكايه نهار 28 نهار واحد انا اعتقلوا لنا. يعني المدير حس بان انا واقف مع دوك الناس اللي توفات بهم السيده الخاوله عرف اش عار قال لهم هذاك السيد غنصيفطو للحبس غنشوف كيفاش نديرو غنصيفطو للحبس حيدوا عليا. انا كنفضح انا كلشي جاري يعني كنفضح الفساد داكشي اللي تيبان لي انا كان انا ما عليا الا نفضح اش اللي وقع. وهادشي هو اللي كاين وهذا هو اللي كاين والحمد لله اللي خرجت بصحتي وبخير وعلى خير الحمد لله على السلامة. من نفرج عليا بهذا السجن كحل هذا السجن هذا اللي لا حول ولا قوه الا بالله. مازال شي تصريحات كبار وعندي شي تصريحات على السجن داخل السجن وداخل ما اش يوقع ولكن من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقول لكم الواقع اش اللي وقع في هذا السجن هذا. انا يعني الشيء اللي شفت بالنسبه لي انا بعد 4 شهور اش الحالات اللي شفت انا في هذا السجن لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول الاخوه اللي كتابعوا معنا بالنسبه للاخ مصطفى خيار هو مراسل اعلامي هو حقوقي بمنطقه تادله يعني فضح واحد الفساد اللي هو مستشري ملف ديال العقارات او ملف ديال المستشفيات ديال قله الصحه الى غير ذلك. يعني كان واحد التضامن واسع من طرف الاخ. هذا الاخ يعني اليوم دفع واحد الضريبه ديال هذاك النضال ديالو عنده وليدات كذا الى اخره. يعني هذه رساله الدوله المغربيه باش يعني الملك يقول بان كاين فساد ويجب محاربته. فهذا واحد من الناس اللي فضحوا الفساد كيتحكم باسم الملك. يعني في الصباح كنقولوا اللهم ان هذا منكر. هذه رساله كنوجهوها حتى للملك حتى هو باش يعرف بان هذا فاضح الفساد راه تحكم سيدي بسميتك. راه كنقولوا اللهم ان هذا منكر. من جهه اخرى الى جينا نتكلموا على ما يجري داخل السجن غناقشوا هذا الموضوع هذا فهو نموذج على ما يجري بداخل السجون المغربيه. اذا فما رايكم بمعتقلي حراك الريف وغيرهم من المعتقلين اللي عندهم حطوا لهم واحد التهم اللي تهم خياليه في حين ان الحقيقه هو فضح الفساد هو مطالب اجتماعيه. اخ مصطفى خيار اشنو هي الرساله اللي كتوجه للراي العام كتوجه للناس اللي تضامنوا معاك واللي كتوجه لهذا الخصوم ديالك؟ اول حاجه انا كنشكر الاخوان كاملين الناس اللي كانوا متابعين القضايا ديالي كاملين لا من اخوان كاملين. وكنشكر جزيل الصبر الدفاع اللي قاموا بواحد المهام ديالهم كبيره اللي قاموا بواحد المهام ديالهم كبيره وهذا اللي تيجعلني باش يدير لي الحماس باش يعني نزيد في النضال ديالي. يعني كنشكر الاخوان ديالي كاملين صغير وكبير رجال ونساء وكل شيء كنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا. وكنشكر الدفاع جزيل الشكر يعني هاد الناس هادو اللي داروا هادو ملي كيزعموا دابا يعني جاو بالشجاعه باش نسولك واحد النضال ديالي باش فوتناش واحد النقطه اللي مهمه. انت مراسل اعلامي عندك بطاقه ديال المراسل الاعلامي وهاد الناس سمع لانهم كيديروا انتحال الصفه ما عرفتش انا يعني ما عرفتش هاد الشرطه القضائيه ديال قسم التادله اللي دايرين الشجاعه ديالنا الدفاع ديالك ولا على كل شيء يعني بطائق قانونيا. يعني انا كنخدم قانوني ماشي يعني كنخدم كسواقي ولكن ما عرفتش انا كيفاش منتحوا لي هذا باش نصفوا لي هذه التهمه هذه يعني الله اعلم ما عرفتش. بالنسبه للاخ مصطفى اربع شهور اللي قضى دابا في السجن المحلي ديال بني ملال بعد 8 شهور دابا تقريبا ديال السوسي ولحد الان على حسب الشهود عيان السيده اللي كان مازرها اللي داها للسبيطار ديال قصر التادله صرحت لنا بان السيد المدير ديال المستشفى ديال السبيطار تيهددوا بالتصفيه. اخ سعيد انتم تابعتوا الاطوار ديال المحاكمه؟ انا تابعنا الاطوار ديال المحاكمه من البدايه حتى الاخر. حنا اللي تنستغربوا دابا واللي خايفين منه هو ان هذا السيد هذا باقي متابع
عنده 8 شهور في السورسي، الى قضى هذا الحل اش يحد في ولادو على مرض ويمشي للسبيطار، ممكن ما غيمشيش لهذا في المستشفى، ماشي لهذا في المستشفى، لان السيده اللي مشى معها وصرحات وثبتت بان المدير ديال المستشفى والعناصر اللي معاه تيهددوه بالصفيه وبالقتل. يعني هاد السيد 8 شهور اللي بقات ليه راه مهدد للخطر. وتحيه للجميع. امي عائشه راه ماشي كلمه بخصوص مصطفى خيار اللي خضع عند 4 شهور ديال السجن ديال المروان، واش السجن ديال المروان؟ مصطفى خيار تحت الفساد، لا هو مناديل صحفي، ما تتعداش على شي واحد، وهذوك الناس تعرضوا انتقموا منه على حسب الحساسه اللي طرح ديال هذيك السيده اللي ماتت. ودير واحد السيروم من الروح الزنقره، دير لي السيروم اخر فيديو، اخر فيديو وتيفضح اي حاجه شافها من الفساد، تيعاون الناس اللي هما تيمارس عليهم الفساد والعنف من طرف البوليس والسبيطار والمحكمه وبزاف. ما تبعنا هاد الميل ديالو مصطفى مشى مظلوم، مصطفى تعرض للتعذيب في وسط المحكمه قدام الرؤساء وقدام الراي العام وقدام كل شيء، جا لهنا تعرض لكثر التعذيب، الاضراب على الطعام ما تخبرش، المسؤولين ما قاموش بالواجب باش يخبروا بان واحد المواطن راه الاضراب على الطعام داخل السجن، حتى جات عائلته عاد خبرهم، عاد جينا باش عرفنا حنا خيار الاضراب على الطعام هزوه ميت تيرضغي في الدم. كيما تيقول لهاد الناس هاد المسؤولين، واش حنا بغيتو نحيدو الحق ونحيدو أي حاجة ونعيشو في ظلام ونعيشو في الظلم ونعيشو في الإرهاب؟ أي إنسان تيطالب حقه من طبيعة الحال نتوما كمسؤولين تعطيو الناس حقهم. واحد السيد تيفضح الفساد، حنا دري صغير دابا صغير صغير ولا مكيقبلش يشوف شي حاجة ديال الفساد ويسكت عليها، عاد حنا نحاسبو إنسان حقوقي باش يفضح الفساد ويجي يدخل الحبس؟ كثير ما هادي ما هاد الشيء اللي في هاد الدوله عندنا، وانا نوصل الرساله للملك، واش عندنا حنا شي ملك هنا في المغرب ديالنا؟ وحنا كشعب ديال الملك خصو يطلع على هاد الشيء، خصو يحيد عنا هاد الشيء، واش هو ما مخبوش بهاد الشيء ما واصلوش؟ كحنا شعبو وحنا عندنا تنتحاربوا مع المحكمه، وهو كاين ديالنا ولا ملك ديالنا خصو يعرف هادشي اشنو كاين في هاد المغرب ديالنا، خصو يتحرك يشوف الشعب ديالو. اول حاجه تيقول شعبيه العزيز، خصو يعترف بينا، خصو يحمينا، خصو يعطينا حقنا. انا الام عائشه اللي كنعتصم طالعه في عامين لحد الان، انا باقه في الاعتصام ديالي امام مجلس بلدي مدينه بني ملال. الحمايه ما كايناش ديال الشرطه، هي الاولى ناعسين الروح كطيح. واحد السيده ما بعيداش عليا بواحد 200 متر، هي خارجه من دار وميته خرجها للشارع قدام الدار ولاحها. انا اللي عايشه بالزنقه، انا ولادي واحد دري صغير ودري قصيره ودري عنده 6 شهور، اش غنقول؟ تيباتو السكايري هذا غادي وهذا جاي، فينا هو الامن؟ تنقلبوا عليه ما كاينش. وكذلك المسؤولين تيدخلوا ويخرجوا، واحد ترقى مشى باشا المدينة محمدية، ترقى مشى، علاش ترقى هذا هاد باشا؟ بغيت نعرف علاش ترقى، على الكذوب وعود الكذبة على المواطنين. كذلك هذا الرئيس اللي كاين مجلس بلدي شادة، علاش بغى يبقى هذاك رئيس؟ على الكذوب، على النهب ديال كينهب في أراضي ديال عباد الله، لا هو ولا الباشا تيتأمروا على عباد الله. بغيت نعرف أنا هاد السجن اللي تيمارسوا التعذيب على هاد الناس المواطنين، واش هما ما عندهمش ولادهم؟ واش ما عندهمش عيالاتهم؟ واش الله ما كاينش اللي غادي يوخرها بهم؟ غادي نناقشوها في واحد لقاء مباشر اخر ان شاء الله. كيف قال الاخ مصطفى بالنسبه انا داكشي يعني دخلت انا شفت اش الواقع انا شفته لداخل، اش يعني الواقع اش الواقع معاهم داخل السجن، ولكن يعني في لقاء اخر ان شاء الله معايا غادي نقدموا لك. كيف قال الاخ مصطفى بالنسبه ما بغاش يتكلم على ما يجري داخل السجن، لان الوضع جد 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 جد, جد, جد خطير داخل هذا السجن هذا اللي غادي نعتبره نموذج من بين السجون المغربيه
إذا اليوم راه كنتسائلوا إدارة السجون كنتسائلوا اليوم من هذا المنبر من أمام سجن بني ملال اللي هو سجن الحرارة نزال الحرارة اللي عرف واحد المجموعة ديال التعسفات والاعتداءات والتعذيب إلى غير ذلك، وكنتسائلوا على هذه المحاكمات الصورية، وكنحملوا المسؤولية اليوم للدولة المغربية، وكنحملوا المسؤولية للملك لهذا الشيء اللي كيوقع كامل، أنه يتحمل المسؤولية ديالو. هذا شعب كيف قالت أمي عائشة، يعني كيف كتقول شعبي العزيز، شعبك العزيز يموت، شعبك كيطالب برفع الحيف عليه. قالوا اللي قال الحق غادي يجي الحق. شعبك كيتحاكم بسميتك. أنا باغي ندير خير، باغي ندير خير. هذه رسالة موجهة للنظام المغربي، موجهة الصوت عن الدولة بصفة عامة، وحتى الشعب المغربي خصو يعرف بأنه ولاد الشعوب والأحرار أنهم كيدخلوا كيزيدوا السجن بواحد التهم، على العلم أن الملك نفسه يؤكد أن هناك فساد ويجب فتحه. إذا كنقول لك الملك هاهما الناس اللي كتدخل الفساد كيتحاكموا بسميتك، إني لا حاسب ولا راقيب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتحية لجميع الإخوان اللي التحقوا بالصفقية، التحقوا بنا، جميع المتضامنين المناضلين والمناضلات كل شيء. كنشكر الناس كامل اللي جاو ويخدموا خدموا واللي جاو هذاك اللي شدوا يخدموا دابا، يعني حسيت بواحد الفرحة كبيرة أنا، يعني هادشي غادي يزيد يخليني نقاوم. عطاك واحد القوة باش تزيد. عطاوني قوة كبيرة باش نزيد لقدام، ما غاديش نسكت. أنا تنقول لهم بالله راه ما غاديش نسكت. وتحية نضالية والسلام عليكم. يعني كيف قال أخي مصطفى خيار، أهم مصطفى خيار دوز مات، ما تيسر من العقوبة ديال القوم اللي كتعتبر هي ضريبة وطنية. اش غيرتو من مصطفى خير؟ اش غيرتو مني انا؟ اش تغيروا من الباحي؟ اش تغيروا من الزبزافي؟ هذه الوسائل ديال الطريق ما تغيروا والو، ما تزيدون الا اصرارا وصمودا حتى محاسبه جل رموز الفساد والاستكبار في هذا الوطن الجريح. وتحيه لجميع الاخوه اللي كيتابعوا معنا على البث، وحريه من حريه المعتقلين السياسيين. السلام عليكم. السلام عليكم.